السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد الوصفة زوينة بزاف. عقلتوا على كونفيتور اللي كنا درنا، دونك انا خليت داك القشور ديال الليمون والحامض اللي كنت حيدت من الليمون والحامض ديال ديك المرة، ما رميتهمش. دونك ما عمركم ما تبقاو ترميو هاد القشور ديال الليمون والحامض. انا اليوم غادي نوريكم واحد الوصفة بهم تجي غزالة ومفيدة بزاف. دونك خدوهم غسلوهم مزيان وخليهم ينشفوا. ابخي غادي نجيبو اللاطة ديالنا، غادي نديروهم في اللاطة ونديروهم في الفران على درجة 180 حتى 200 ونخليهم حتى يتحمروا مزيان. هما ما غاديش يتحرقوا لينا، مي غادي يقصاحوا بحال اللي غادي يكرموا لينا. دونك غادي نديروهم ونخليهم يكرموا ومن بعد نرجع لكم. دونك هنا دابا درتهم في اللاطة، سرحوهم مزيان، ما تخليوش وحده فوق وحده باش هكا كل وحده تحمر مزيان. وشعلوا الفران ديالكم يكون سخون. دونك فوالا، ها هما دابا كرموا كيف تتشوفوا، تيوليو مقرمشين. دابا غادي ناخذ مولينكس وغادي نطحنهم فيها مزيان فين تنطحنوا العطريه. ها هما كيفاش تيوليو لينا، تيوليو بحال هكا مرملين بحال الشكل ديال الرمله. دونك غادي نجيبو قريعات ونعمرو بيهم، راهم مفيدين بزاف، تينسمو لينا لي كيك. غريبة ديال الليمون اللي بالسميد. دونك شي نهار ما لقيتيش عندك الكيس ديال الفاني ولا ما لقيتيش عندك حامضة ولا ليمونة باش تحكيها، هادو تتلقايهم بحال الحسنة عندك في الدار. ما تيطرالهم والو، ديرهم في قريعة ديال الجاج وسدي عليهم، وكل مرة خدي منهم معلقة صغيرة ولا نص معلقة على حسب الكمية اللي عندك بغيتي تنسمي. ما نعاودش لكم على ريحه كيفاش طالعه منهم ديال الحامض وديال الليمون، يعني غزالين بزاف، يقدروا يكونوا كاع احسن من الاكياس ديال اللي تنشروا من الزنقه اللي تنسمو لينا. هادو طبيعيين ما فيهم لا مواد حافظه لا والو، وتعطيو واحد النكهه غزاله بزاف. دونك انا هاد الكميه هادي ديال جوج ليمونات وحامضه تقريبا راه حطات لي جوج ديال القريعات، عمرات لي هاد القريعه هادي الصغيره اللي نورمالمون تنشريو ديال العطريه، وهاد القريعه هادي كبيره ديال الشوكولا. انا ديما محتفظه بهم وتنسم بهم. زعما تنتمنى فريمون انكم تجربوها. دونك اللي عجبته الوصفه ديال اليوم ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدير ليا جيم باش تشجعوني. الى اللقاء.